السلام. آسف. هيا. فلتستعد البوابة. من أين أحضرت البيتزا؟ أعطني راحة. حصلت عليه، احترس يا صديقي. حسناً، نعود إلى بعدنا. أخيراً عدنا للعالم الحقيقي. إلى أي مكان تذهب نلحق بكم يا مسوخ. نجحنا، أبطلنا قنبلتين. لا يهم، لأنه لا يزال هناك واحدة في عالم السلاحف الأولى. دوني إلى العالم الثالث حالاً. واو، أي نوع من الأبعاد هذا؟ الكرانج قال إنه عالم السلاحف الأولى، ربما بدأ قبل عالمينا. القناة 6 لابد من هنا. هذا رائع، هيا بنا. إنها السلاحف الأولى. أهلا بكم، نحن نينجا. لا وقت للشرح، تحرك. ها هي. أراك في بعد آخر. هيا بنا يا رفاق. نعم سنغادر. لا يمكنكم الهرب بسهولة أيها المسوخ. لا، عدنا إلى هنا. مرحبا بكم أيتها الزواحف البغيضة. لن تذهبوا مطلقاً إلى أي مكان طالما لدي هذا الصغير. يمكنني اقتحام بوابتكم. كرانج، انتهى الأمر، نحن أوقفنا خطتك، أبطلنا كل مدمرات الأبعاد، لقد انتهيت. لهذا السبب قد نفيتك إلى أرض البعد الثاني كي أستريح من عقلك. لذا تعرف ماذا؟ أنا سوف أطردك ثانية. لا، ليس ثانية، لدي ما يكفي من السلاحف لألف عام. هيا نهزم هذا الأحمق. بكل سرور. اكتفيت من هذا الغبي. قوة السلاحف. هذا ليس جيدا. ماذا تفعل؟ نعم، كرانك صغير مختل يا مايكل أنجلو. أنزلوني أيها المجاني. يا كشا. حسنا، لم تكن هذه مهمة روتينية. ليو، أعتقد أنه نال ما يكفيه، دعه يذهب. لقد فهمت، أنت تسخر مني لأنني لم أقضي على رجل أعزل بلا سبب. هذا صحيح، لقد أظهرت ضعفا. هؤلاء الأشخاص يفهمون لغة واحدة، الصينية؟ لا، القتال. ماذا عن الأقدام؟ يفهمون هذا أيضا، يجيدون أكثر من لغة. المهم أننا لا يجب أن نرحمهم. إظهار الرحمة لا يعني الضعف، إنه علامة على القوة. رأيت الشفقة. اسمع، إن الشفقة رائعة، لكن هؤلاء المزعجين لن يتركوا مراكامي وشأنه.
سنبحث عن هؤلاء التنانين ونحرص على أن يفهموا الرسالة، وإن لم يفعلوا سنرسل إليهم رسالة خاصة. هل كنت تريد أن تبدو قوياً أم أحمق؟ إبريل قالت إن هذا هو المكان. مدهش، هل نرسم وشماً؟ أريد رسم وجهي على وجهي كأنني أضع قناعاً وهو وجهي. ما رأيكم في هذا؟ ألم أفقدكم عقولكم؟ إنهم يرسمون بالإبر. توقفوا الآن، ها هو هناك. واصلوا القتال أيها الجبناء الحمقى. هل كان من الممكن أن نحرج أكثر؟ نعم، كان يمكن أن يضربانا بالفطائر في وجهنا. هذا هو القتال بذكاء يا راف. زيفر وكريس يقفون في صف التنانين الآن. لم نتمكن من هزيمتهم وحدهم. نعم، لأنهم يقاتلون حتى النهاية. الوسيلة الوحيدة لهزيمتهم هي أن نتحلى بالشجاعة مثلهم. رافائيل، لكن زيفر يمكنه فعل أشياء لا تفعلونها. قد يجعله هذا خطرا، لكن لا يعني أنه قوي. لكن زيفر ينتصر في القتال، أليس هذا يهم؟ ولا يظهر شفقة أبدا. ما الذي ننتظره لنذهب إلى هناك وننقذ موراكامي؟ ليس بهذه السرعة، فكر يا راف. أنت تطلب منه أمرا مستحيلا. من الواضح أنه فخ. إذن أي اختيار لدينا؟ يجدر بنا أن نفكر مثل زيفر. لكن المعلم سبلينتر قال. أعرف، لكن زيفر تعدى الحدود بإقحام موراكامي في الأمر. يجب أن يتعلم أننا يمكننا تعدي الحدود. لن نتصرف بنبل بعد الآن. رائع، لا أحب التصرف بنبل. حسناً، إنه قوي، لذا نحن نحتاج إلى السرعة والخفة. يا رفاق، هل تعرفون الخطة؟ مايكي؟ نعم. أنت متأكد؟ نعم. أخبرني الخطة. من الأفضل أن نراجعها مرة أخرى. رأيت يا برادفورد؟ هكذا تمسك السلاحف. ماذا كنا سنفعل بدون قيادتك الحكيمة من داخل صفيحة القمامة؟ أمسكته. أحسنت يا مايكي. كانت قوتكم رحمة، لهذا ساعدكم التنين الأرجواني. حسناً، قلها. حسناً حسناً، كنت محقاً. رأيت؟ لم يكن هذا. قد لا يكون جبنك عديم الفائدة. سأريك الجبن الآن. لا رحمة. إننا نحاصره. جيد، هيا نلقنه درساً ونبرحه ضرباً ونقضي عليه. بوم. هكذا مايكي رائع في انفعالاته. هيا بنا. انتظر يا راف، لن نهاجم متغيرا ضخما مثله هكذا. إذا ماذا سنفعل؟ سوف نهاجمه من الأعلى، نقيده بحبل الملابس. هيا بنا. لن ينجح هذا، علينا أن نمنعه الآن. أعني إنه يختطف الناس. ليس أي أناس، فتى توصيل البيتزا. سوف نهاجمه من الأعلى، لنتحرك. استعدوا جميعاً. 1، 2. أين ذهب؟ الفائز بجائزة أسوأ قائد هو. ولماذا أنا دائماً أسوأ قائد؟ لو كنت أنصت إلي لكنا تخلصنا من سنيك ويد.
لست متأكدا من هذا. كنا سننجح لو لم تضيع أنت الوقت في التشكيك في خطتي. لا تضع خطة سيئة وأنا لن أشكك فيها. هل تعرف يا راف، إذا كنت أفضل مني لما لا تكون القائد؟ أفضل فكرة نطقت بها اليوم. عندي حل وسط، أنا القائد. حسنا يا راف، أنت القائد، سأذهب من هنا. لا أصدق أنه ذهب. لا عليك يا مايكي، ليو يريد الانفراد بنفسه. كنت تتحدث عن فتى البيتزا. نعم. عاد ليو، لقد كان يبكي. افتقدناك. رماني أحدهم بمسحوق في عينه. نعم أنت خجول. وأين كنت؟ هذا أمر لا يعنيك أنت. حسناً، لا يهم. رفاق، ألا يمكننا التفاهم معاً؟ عناق جماعي. حسناً، لندع الجراحة التائم. أعتقد أنني توصلت إلى موقع مخبأ سنيكويد. أين؟ حسناً، يشير النمط الشعاعي للأماكن التي شوهد فيها سنيكويد مؤخراً إلى أن مخبأه في الواقع. هذه معلومات للقادة. هل تعرف؟ لم تعد قائداً. راف يرى أنه الجدير بقيادة الفريق، فتركته يقوده. هذا القرار ليس بيدك. ولماذا يا سيدي؟ أنا الذي أتخذ كل القرارات وسئمت هذا الأمر. ليست لديهم فكرة عن الضغط الذي أتعرض له ويتذمرون دائما. أليس من حقي يا سيدي أن أسمع كلمة شكر؟ ليس من حقك. القيادة ليست أن تحصل على الثناء، القيادة مسؤولية. لا يهم أن يكون الحمل ثقيلا، الأهم هو أن تحمله. ابحث عن أشقائك. ماذا سنفعل؟ سنهاجمه. حقا؟ ثق بي، لنتحرك. الآن أحسنت. شكرا، تسعدني عودتي. وأنا آسف. ماذا قلت؟ لم أسمعك. أنا قلت إنني آسف. قبلت الاعتذار. بيتزا تنجح كل مرة. مايكي! رفاق، رأيت كابوسا عجيبا، كأن الأشياء التي في شبكة المصارف هي. انسى الأمر يا مايكي، إنه كابوس فحسب. انتظروا يا رفاق، لماذا أكون أنا الطعم بينما يجلس دوني في المدرعة؟ ومن سيقود المدرعة؟ انظر، كل منا له دور مهم. الخلاف ليس البداية الصحيحة لإنجاح أي مهمة. ليوناردو، أريد التحدث معك. أعرف أنك متحمس لتحرير كوراي، لكن أي خطة تهدف إلى المواجهة مع شريدر مسيرها الفشل. حتى وإن واجهنا شريدر، ألا يستحق هذا تحرير ابنتك؟ أنا غير مستعد للمخاطرة بأرواحكم أو بروح ابنتي. أمرك يا معلم. إذن هل هذا رفض لعملية إنقاذ كوراي؟ لا، إسبلنتر مخطئ، لن ننتظر. هيا بنا. دوني ستراقب من المدرعة وتغطينا. مايكي سيقوم بإلهائهم، وعند تشتيت انتباههم سنتسلل أنا وراف. كوراي، إنه نحن. ليو، انتظرتكم كثيرا. حسنا، لقد سئمنا انتظار هروبك بنفسك.
هذا إنقاذ أم فيلم رومانسي؟ هيا عليك أن تراقب تايجر وشردر. إنه مقلب. فتح. هيا بنا. أنت تبدو جيداً. هل فقدت وزنك؟ دوني استخدم الفروسية. علم. أتمنى أن تؤثر صفارة الكلب. لم ينتهي الأمر يا تايجر كلو. رفاق ليو. أعرف. لا تجدين كلمة أشكرك. أتمنى أن تبقي معنا. بخلاف أي شيء نحن عائلة. وشريدر يتبعني. يا له من اختيار. في الواقع شيء جيد. هذا رائع صح؟ هيا إلى حضن عائلي. هيا. مايكل أنجلو ماذا حدث؟ جرح بسيط يا معلم. يجب أن ترى ماذا فعلنا بهم. ماذا فعلتم يا أولاد؟ لقد أخبرتكم. ميوا. أبي. أرأيت؟ خطتي قد نجحت بالفعل. ربما تستحق بعض الأشياء المخاطرة. هيا يا مايكي ركز. لا 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 يا صديق انتظر. انتظر. هكذا تكون التدريبات دائما. كفى رفاق. لقد سجل ما فعلناه. لن يحتفظ بالتسجيل. سأحقق ثروة من هذا التسجيل. إن شاحنات الإطفاء في الطريق. لنتحرك. انتظروا. يجب أن نبحث عن الرجل ونحطم هاتفه ووجهه. لم يكشف رافائيل مكانكم للعصابة فحسب، بل سجلوا ما فعلتموه. سيدي كان أكثر الرجال غضباً وإزعاجاً في العالم. أنت أكثر من كان يجب أن تسمع إهاناته لنا. كانت كلها مهينة. أوه، لم أكن أعرف أنه أهانكم. بالطبع لم يكن لديك اختيار سوى المخاطرة. هكذا؟ أنتم نينجا تعملون في الظل، في السر. لن يكون هذا ممكناً إذا سجل أحد تحركاتكم. لكن نعرف مكان هذا الرجل. علينا الذهاب إليه وإرغامه على إعطائنا هذا الشريط. لا يوجد أي شريط. هناك شريحة ذاكرة في الهاتف. الغضب مدمر للذات. كنت أظن أنه يدمر الآخرين. رافائيل انهض. أحدهم في ورطة. تجنب الأسهم. لا مشكلة. هاجمي. يمي. ثانية، لكن هذه المرة ليوناردو، دوناتيلو، مايكل أنجلو، أهينوا رافائيل. انتظر. نهينوا رافائيل؟ نعم. ولا يمكنه قتالنا؟ نعم. تعجبني هذه الخطة. هاجمي. تا
تتحرك مثل الجاموس العائم. غير صحيح، ودائما ما تتذمر. أنا مسكين، لا أحد يفهمني. حسنا، لا أحد. ولا تبقي ظهرك مستقيما وأنت تؤدي أموت كيوتي جاكو، وتبدو قبيحا ومزعج. توقفوا. تتحدث بعنف، لكن بداخلك طفل صغير خائف ويحتاج لرعاية وحفاظ جديد. ما الأمر يا راف؟ هل ستبكي؟ أنا لن أبكي أبدا. ليت هذه اللحظة تدوم إلى الأبد. هل تعرفون؟ انسوا الأمر، هذه حماقة. لم تدم. نينكو سيشن هي القدرة على تحمل الإهانات بالصبر والتواضع. لن تكون نينجا حقيقيا قبل أن تتقنها. فهمت؟ نعم يا سيدي. يجب أن تستعيد التسجيل بالعقل لا بالقوة. أعطني هذا الهاتف فورا. رف الشاحنة. انسى الأمر، إذا لم ترغبوا في شراء الفيديو قد يرغب هؤلاء في شراء. راف، اخرج من عندك. اسمع أيها الأحمق، الضفادع ليست من الزواحف ونحن لسنا ضفادع. الوداع يا ضفدع. شكرا على المساعدة يا رفاق، سوف أعرض عليكم صفقة. هل أنتم توائم أم ماذا؟ أحسنت يا راف. ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ لقد تركتنا في وسط المعركة كي تصرخ في وجه الرجل. كنا سنمنعهم، لكن بفضل غضبك هرب الرجل بالشريط. لقد قلت لكم من قبل إنها شريحة. ليس الآن. إنه الآن في يد كران. كيف سنعثر عليهم الآن؟ انظروا، الشاحنة تسرب. رائع، سنتبع أثارها إلى مخبئهم ثم نحطم الآليين. ماذا؟ نحن سنحطم الآليين، أنت ستعود إلى المنزل. ماذا؟ هل تمزح؟ يا رفاق، ستتركاني ليو يتسلط هكذا؟ أرى ليو محقا. عليك السيطرة على غضبك، إلا أن تفعل ستعود إلى المخبأ. آسف يا راف. من يظن ليو نفسه؟ ماذا إذا كنت سريع الغضب؟ ما زلت أفضل مقاتل في الفريق. في الواقع غضبي يجعلني مقاتلا أفضل. هل تفهمني حقا يا سبايك؟ كل قدمة إذا كنت تفهمني. نعم هذا صحيح. استيقظ، اضحك اضحك، استيقظ يا صديقي. أخيرا يا صديقي. سعيد بعودتك يا راف. تحية. سلاحف هنا. أين مكان الكرانج؟ وأين باقي الكرانج أيضا؟ أنت معنا يا صديقي، هل نسيتنا؟ تقمص جيد للكرانج. راف، ماذا تفعل؟ أولا. رفاق، هل أنتم بخير؟ كابوس بشع جدا. راف تحول ل كرانج. ليس بحلم يا مايكي. لقد ذهب، هكذا لن نعرف مكانه. الآن حصلنا على جسد راف، لكن الآن يجب أن نحضر عقله. انتظروا، ترياثوا. التسرع هو سبب وقوع راف في قبضة العدو، فعليكم عدم الوقوع في نفس الخطأ. وماذا يجب أن نفعل؟ الحل سيظهر، انتظروا. و صوت من معملي. كرة كرانج للتواصل، إنها لم تعمل منذ شهور. دوني، أنا راف، محبوس بداخل جسد كرانج في سفينة. صدق ما أقوله. انتظر لحظة، كيف نعرف أنه راف الحقيقي؟ ما هي كلمة السر للنينجا؟ سأسحقك يا مايكي. جيد جدا.
حسناً، لابد أن نحدد مكانه. سنذهب بالسباحة. تتحدث مع من؟ كرانك. كرانك لم يحضر تقرير الغزو. أجل، لقد نسي الكرانك. الكرانك لا ينسى أبداً. أخبرني كيف تتحدث إلي بشأن فخ الموت هذا؟ ماذا؟ الغواصة هي مركبة برمائية مقاتلة ومزودة بقوة السلاحف. أجل، نعلم ذلك. غواصة الكرانج أمامنا، لقد اقتربنا. أمان. هل هذا أمان؟ أستطيع أن أقول نعم. لا، يجب أن يصل السلاحف لإتمام عملية تبادل العقول مع الكرانج. هذا بأمر رئيس الكرانج. تقدم، تحرك، تحرك. ضعفاء، كيف وقعتم بهذه السهولة؟ جئنا لإنقاذك. هذا رائع يا راف. تبدو مثل العلكة. لونك زهري وطري. يا له من لطيف. مايكي، اخرج اخرج. انا مشغول ولا يمكنني خروج. ابحث عن عاكس للتحول من اجل كوراي. ترى لو امكنني عكس هندسة التسلسل الكيميائي الاساسي، مؤكد سيمكنني توليد رد الفعل الذي احتاجه. على نقاط مجددا. مايكي، تريد الخروج؟ رائع. ووها، تزلت او مت. متحول آخر؟ إنه رائع، لابد أن يكون اسمه السحلية الرائعة. لا، ماندر المتسلج. لا، هذا سيء. وجدته. ماندو الوزغة. صاحبي، ذلك الاسم سيء. يجب أن تري النظرة التي على وجهكما. أنا أمزح معكما. إذن أنت متحول أيضا؟ أنا جيسون، أروع متزلج في العالم. جيسون، هذا ممل يا صاحبي. منذ الوزغة ليس مملا. لا أعرف حتى ما هو الوزغة. إنه أمامك الآن، تفحص. يجب أن نلعق مقلة العين لتظل رطبة. أردت دائما أن ألعق عيني. أنت متزلج محترف؟ نوعا ما، أنا خطير ومحترف. انظر لما أفعله بكون الوزغة. أطير في الهواء. إذن كيف أصبحت وزغة يا صاحبي؟ كل شيء بدأ العام الماضي. كنت أتزلج على أنبوب، صنعته بنفسي وكان رائعاً. كنت أنا والوزغة الأليف لارس. عندما سقط بعض من الطين المجنون من السماء، حولني إلى آخر شيء لمسته، الوزغة. تحولت إلى إنسان وزغة. ممتاز! ثم طردني والداي. انتهى بي الأمر في الشارع، لكن هذا جيد، لأني صنعت كثيراً من الصداقات مثلكما، وأيضاً مزقت فرقتي. السعادة لا مجية. صاحبي، هناك شيء بخصوص موندو الغريب، لا أثق به، فنحن لا نعرفه. صاحبي، يمكنه أن يلعق مقلة عينه، وأيضاً أشعر بالمسؤولية، وهو خطأنا بسبب تسرب المحول. انتظر يا موندو، بويكشا. ها
كيسي، أجب، لدينا واجب هام. كيسي لن يتوقف عن التزلج الآن، أخبريه أنه لديك تذاكر للهوكي. ذهب منذ فترة. مايكي وكيسي بمفردهما فترة طويلة يساوي مشاكل. أي نوع من المشاكل يمكن أن يتورطا فيها؟ انتظر يا أخي، بوياكاشا أروع كثيرا من كاوابونغا، لكن كونغا لا هي الأفضل. صاحبي لا تجعلني أبدأ حتى في كونغالا، لكن كاوابونغا قديمة الطراز. الطراز القديم هو الأفضل. أمسكتك يا صاحبي. يا رجل كنت سأتأذى. آسف. الخبز جاهز. قد يكون محروقا قليلا يا دوني. عصير البرتقال في الطريق. إنه مؤلم، إنه مؤلم. دوني قلت لك مخلوطا. يا خبر، هذا المكان أصبح مأساة. مايكي غالبا ما يحضر الإفطار، ما الأمر؟ مايكي، مايكي انهض. أنا أشعر بالتعب الشديد، ربما لم يكن علي أكل بيتزا الكابتشينو الحارة الليلة الماضية. ما هذا؟ أنا متحول. لم يدرك هذا قبل الآن؟ رفاق انظروا إلي، جسدي مغطى ببثور السلاحف. بالحديث عن بثور الصدفة، أنت تبدو كطعام مكسيكي أخضر. لا تقلق يا مايكي، هذا بسبب فترة المراهقة. أحدث لك؟ بالطبع لا. مهلا يا رفاق، أظن أن الأمر خطير. حسنا يا مايكي، الخبر الجيد أن هذه البثرات لن تؤلمك أو تضايقك، والأهم من ذلك أنها لن تمنعك من تحضير الإفطار. هذا مطمئن. ولكن الخبر السيء هو أنها ستظل تنتشر في كافة جسدك، تنتشر وتنتشر وتنتشر وتنتشر. ثم ستختفي خلال ساعتين. ها؟ لا، ثم جسدك كله سيتحول إلى بثرة واحدة ضخمة عملاقة متعملقة للغاية. بثرة 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 بثرة. مايكي تماسك، ليس الأمر بهذا السوء، وراف يعدك أنه لن يسخر منك ثانية. هذا صحيح، آسف لأنني دعوتك قشرة الكعكة ووجه الفطر وجودزيلا وملك وحوش الصديد، والآن هيا اخرج. مستحيل، ليس وأنا مغطى ببثرات مليئة بالوحل. تقنيا هي بثرات مليئة بالصديد، مما يعني أنها أكثر قرفا من الوحل. هذا لن يفيد يا دوني، ولكن شكرا. مايكي انسوا الأمر، أنا أكثر قبحا من أن أكون نينجا، سأبقى حبيسا هنا للأبد، وحتى أكثر لو اضطررت. رائع، مايكي أحضر بيتزا لنفسه ليخفي وجهه. حسناً حسناً، سأتوقف، تعال وأبثر هنا. أبثر هنا، سأموت من الضحك. رافائيل، من المفترض ألا تسخر من مظهر أحد. على أي حال، كيف تظن رد فعل الناس حين يرونك؟ صحيح يا معلمي، آسف يا مايكي. اطردني وحسبي يا معلم، لا يمكنني أن أكون نينجا وأنا أبدو كقطعة مخلل مهلهلة. وما المشكلة؟ أنا لا أدع مظهري يؤثر في. أعرف ذلك لأن العواجيز لا يهتمون بمظهرهم أو رائحتهم.
يا بني، أشعر بأن هناك ما تريد إخبارنا به. لا أبدا على الإطلاق، حقا أنا لم أفعل شيئا. حسنا حسنا، سأقول أنا رششت قليلا من المحول على جسدي. ماذا؟ هل تمزح؟ لماذا؟ كي أصبح أحسن ألطف، أتفهمون؟ فأنتم تعاملونني وكأنني كرة غباء طوال الوقت. لذا وجدت الزجاجة في معمل دوني ومكتوب عليها سيجعلك لطيفا جدا. لا، بل مكتوب عليه أن تبقيه باردا جدا. بالنسبة للحرارة، كانت هذه عينة مرفوضة لمضاد المحول، إنها خطرة. كان يمكنك توضيح المعنى أكثر. ما زالت غير واضحة. نعم، سوف أصنع البيتزا المثالية. الآن ماذا يوجد في أفضل بيتزا على الإطلاق؟ الصلصة الحارة، أحب الصلصة الحارة في البيتزا، أحب الصلصة الحارة، لكن الصلصة الحارة ليست حارة بدون سردين، فمذاقها كريه للغاية، بعض البروتين من الديدان، بعض الثوم والمارشميلو. الآن لكن انتظر لحظة، من فضلك نسيت العنصر الأهم، الجبن. يوهو، المثلج، أنا أريد المثلج. أعطيني آيس كريم يا كيتي. هيا كيتي 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 كيتي. أريد آيس كريم. ألن يتوقف عن الغناء؟ هذا صعب. ما هذه الرائحة المنفرة؟ تقصد بالمنفرة؟ إنها لذيذة حقا، مدهشة. ألا تبدو رهيبة؟ لا لا أريد. لا أريد. خاسرون. من أين ستأتون بأفضل منها؟ يأكل أي شيء. تخطيت الحد الأقصى في الاشمئزاز. مرحبا أنطونيو، طلب توصيل. ها؟ لقد أكلت كل شيء بالفعل. لا نعم. صنعت مكانا هناك. اذهب وانتظر البيتزا يا مايكي ولا تأكلها. حسنا سأذهب. أكرر، لا تأكلها. مرحبا، هل هذا العنوان؟ بالأسفل. بكم؟ بمطاعم أنطونيو، البيتزا الأولى مجانا. كم مرة تكون البيتزا الأولى؟ مرحبا فتى البيتزا. رائحة لذيذة وأيضا مغرية، يجب أكل البيتزا. لا يمكن، يجب أكل. لا، سوف يقتلونني. لا تفعلها يا مايكي، كن صامدا يا أخي. رفاق، البيتزا هنا، أسرعوا. التهمني. هذا مستحيل، لن أفعلها. التهمني. حتى تخيلتي جائعة. لحظة واحدة. التهمني، التهمني، التهمني. رفاق النجدة، ألا ترون ما يحدث؟ نراك تتدحرج مع البيتزا. نعم، مثل كل يوم. أهذه هي البيتزا التي طلبناها من أنطونيو؟ حسنا نعم، لكنها خطرة عليكم، خطرة. انظروا، قولي شيئا أيتها البيتزا، لا تحرجيني.
سبب سخيف لتأكل البيتزا كلها وحدك. شكرا لإفسادك العشاء مجددا يا مايكي. ألا تصدقونني؟ ها؟ سأذهب إلى أنطونيو وأطلب بيتزا جديدة. لن يصدقوك أيها الأحمق. الآن الأمر يستحق. سأذهب إلى النور. هذا مشهد فوضوي تماما. خذني إلى قائدك. ليو يتحدث إليك. ما هو هذا الشيء؟ يا رفاق ورافائيل أيضا، هذا هو مستقبل النينجاتسو. لطالما تصورت مستقبل النينجاتسو أطول قليلا. أوه إنه لطيف. أليس رائعا؟ صنعته من أجزاء كرانج الآلي. حسنا، لماذا؟ كي يتصدى هو للمخاطر ونحمي نحن أنفسنا من أي أذى. أوه فهمت، إنه للجبناء الذين يخافون القتال. لا، بل للجبان الأذكى من القتال. أعني لنسميه الرأس الحديدي. تسألون لماذا؟ لأن له رأس مصنوع من. فهمنا. لا أريد محمصة تقاتل بدلا مني. هذه حماقة يا دوني، تتعارض تماما مع كوننا من النينجا. لكن هذا أهم ما في حياة النينجا، التأقلم. انظروا جيدا، هاجم الآلي، هاجمه بقوة. أمتأكد؟ لا أريد تحطيم دميتك. أنا أريد. هزمتكم جميعا ولم اضطر لاستخدام مدفع الليزر. اعترفوا مع هذا الشيء، انا لا اقهر. حقا؟ تعرف ماذا اعني؟ سيدي، هل بامكاني تجربة الرأس الحديدي الليلة؟ يمكنك. هذا ظلم تماما، لا يمكنك. ان انتظر، ماذا؟ انت صنعت السلاح الجديد، تأكد من انه يعمل. هذا رائع، شكرا يا سيدي. لكنه اختبار فقط، لا تستخدمه في القتال. لا مشكلة يا سيدي. هل نعود جريا؟ أطلق أجهزة إنذار السيارات. لقد أعجبني، يتماشى مع صفارات الإنذار ونداءات الاستغاثة. تشعران بالغيرة لأنكما تشعران بالبرد، وأنا هنا أتناول آخر قطعة من طعام مايكي. هاي أو مرحبا رفاق. صمتا، أحدهم قادم. رفاق هذه أنا إبريل. رفاق كنت أبحث عنكم. يتخفى بطريقة أفضل من دوني. ما هو هذا الشيء؟ إنه أحدث اختراعات دوني العبقرية، الرأس الحديدي. اسم رائع، إنه فكرتي أنا. آسف يا إبريل، لن أتقن السيطرة على هذا الشيء بعد. لقد علق زر مكبر الصوت.
مايكلانجلو يتحرك. ها يا. لا تعرف ماذا تفعل. أنا هنا وهناك، أنا في كل مكان. كيف تطف ما لا تراه؟ هكذا؟ أحسنت يا ليو. حسناً يا دوني، ارمي العصا ولن يتأذى أحد. هذا ما قلته من قبل ثم أذيتني. نعم، لكن أقل من العادة. نعم، هذا صحيح. كان من الأفضل أن أرميها؟ كان من الأفضل أن ترميها. حسناً حسناً. أستسلم. أونوغاي شيماس، كما تشاء. محاولة طيبة. يامي، لقد أحسنتم جميعا، لكن أنا الأفضل. الهدف تطوير الذات يا رافائيل، لا يهم الفوز أو الخسارة. أعرف يا سيدي، لكن أنا فزت وهم خسروا. لكن الأهم هو أننا أحسننا جميعا. أحسنتم يا رفاق. هناك المزيد من الطحالب والديدان يا رفاق. من يريد؟ من يريد؟ لا شكرا، لا أريد. شكرا. حسناً، لا أحد إذن يريد الكعك. إنها كعكة من الطحالب والديدان. وبما زينت الكعكة؟ لا تريد أن تعرف. عيد تغير سعيد. عيد تغير سعيد. نعم، قبل 15 عاماً تغيرت حياتنا إلى الأبد، وأصبحنا عائلة دون أن ندري. أخبرنا القصة يا معلم سبلينتر. مايكل أنجلو، لقد رويتها لك مراراً. يا معلم، بلغنا 15، ألا ترى أننا مستعدون للصعود إلى السطح؟ نعم. ولا أكره عندما يفعل هذا. أصبحتم أقوياء لكن ما زلتم صغارا، ينقصكم النضج لاستخدام مهاراتكم. يا معلم، ألا يعني هذا لا؟ نعم ولا، تكتسب الحكمة من الخبرة، وتكتسب الخبرة من ارتكاب الأخطاء. من أجل اكتساب الحكمة علينا ارتكاب الأخطاء. يمكننا الذهاب. لا. ونعم. لا. معلم، نعرف أنك تريد حمايتنا، لكننا لن نقضي حياتنا مختبئين هنا. يمكنكم الذهاب الليلة. تحية لنا. ذو الرأس المعدني لم يتلف بشدة. كفى يا مايكي، يبدو أن شفرة لوغاريتمات الكرانج السرية كان من الصعب فكها. قليل من العلم أفضل. سوف أسترجع المعلومات التي أنزلها من حاسوب الكرانج. مايكي، قد أستغرق بعض الوقت لإصلاحه. كم من الوقت؟ بالمصطلح التقني، بعض الوقت.
انخفضوا. عرفنا أن الكرانغ صنعوا تي سي آر آي. ماذا لو كانت البوابة تعمل؟ هذا ما نريد معرفته. كيف الحال الآن يا دوني؟ ليس سيئا. حسنا يا دوني، تأخر الوقت، فلتسترح. أوشكت على إصلاحه وحذفت الفيروسات. دوني، أغلق ذكاءه الاصطناعي. أغلق ذكاءه الاصطناعي؟ ولكن هذا يعني أن أغلق عقله. إنه خطر جدا. نحتاجه يا ليو، الكرانج والمشاة مسلحون أكثر. لا يستحق الأمر المخاطرة. ذو الرأس كانت به مشكلة قبل وصله بحاسوب الكرانج، وسيطر عليه الكرانج من قبل. أنت متأكد أنه محل ثقة؟ ربما أنت محق. سأتولى الأمر. آسف يا دوني. واو! حسنا يا صاحبي، فلنقم بإصلاحك. إعادة تشغيل ومسح لذاكرتك وستصبح أفضل كثيرا. لن يؤلمك هذا. دوني، ماذا تفعل؟ نعم يا صاح، كيف تغطس وسط الطحالب بدون كاشف للمكان؟ موصد، افتح هذا الباب أيها المحمصة العملاقة. ماذا عن باب المرآب؟ هل علينا تعقب صرخات الرعب أم ماذا؟ ذو الرأس لم يبتعد، إذا كان مازال جهاز تعقبه يعمل فلنرى. هناك، علينا الاتجاه يسارا. ها هو. إنه هنا داخل إلى بوابة النونية. ربما عليه تغيير الزيت. مهلا، رأيت هذا في عرض الساحر. يوجد باب سحري في المنطقة. مرحبا. مؤكد ليس بابا سريا. أظن أنني أصبت. ما هذا؟ أنا لست أفهم، كانت فقط دراء. ماذا؟ كيف فعلت هذا؟ لدي المهارة والعبقرية ككل سلاحف. إنها نوع من البوابات البعدية مثل بوابات الكرانج. لابد أن هذا سبب اختفائهم. أتساءل إن كان رفاق دوني. هيا بنا. أنتم الأربعة هزمتم عصابة القدم بكل سهولة. لماذا يقولوها وكأنها شيء سيء؟ لأنكم أصبحتم واثقين بأنفسكم. كل منكم أصبح يثق بسلاحه ثقة عمياء. لكن هناك أوقات عليكم أن تقاتلوا بسلاح لا تعرفونه، وفي هذه الحالة عليكم أن تتكيفوا مع هذا الوضع. فعلا؟ ماذا لو لم يكن لدي غير هذه المجلة؟ أي شيء يصلح كسلاح؟ يا معلم، لا يمكنك فعلا أن تجعلنا نقاتل بلا شيء سوى مجلة. للنينجا أي شيء يصبح سلاحا. إذن ماذا تطلب منا؟ أريدكم أن تستعدوا لغير المتوقع. بدلوا الأسلحة. انظروا، أنا ليو. رفاق، عليكم أن تهدأوا. أنهي جهادئون، هادئون جدا.
أنا لا أتحدث عن هذا. نعم، ولهذا نضحك، لأنك لا تتحدث هكذا أبدا. واجهوا بعضكم. هجمة. يامي، لقد أخفقنا. ستستمرون في القتال هكذا لتستغلوا المتاح وتكتسبوا الحيلة. ليس سهلا، صحيح؟ أنا أعتاد علي. أو. رسالة تعرفون من من؟ من شخص نعرفه جميعا إلا مايكي. المدمر يخبرنا مكان ضربة العصابة القادمة. أرأيت؟ لقد أصبح مفيدا. لا يمكنه البقاء معهم، سيقتلونه. أنضحي بجاسوس بينهم؟ إن الأمر يستحق. لسنا نحن من يخاطر الآن، بل إنه المدمر. أنا أعلم، وهذا هو أفضل جزء. حسنا، سوف نستغل معلوماته ثم ننقذ هذا المسكين من العصابة. معذرة، أنا السيف معي وأنا من يتخذ القرارات. كما قال ليو. حسنا، أين الفخاخ؟ أين الفخاخ؟ أهلا، رائع، وصلت الرسالة. أنا لدي معلومات مهمة. جيد جيد، لنخرجك من هنا أولا. لكن بعد أن ننجو نحن أولا. فقط ابقى خلفنا و... النجدة، السلاحف، لقد قبضوا علي. أنا آسف، لن أكشف هويتي. هذا سيء يا رجل. تفرقوا. بما أن السيف معي، أنا أقول انسحبوا. السيف وحده لا يجعلك القائد. إن هذه فكرة سيئة، انسحبوا. احترس من سلاحك هذا. انظر لسلاحك. آسف، معذرة. لن ننجح هكذا. أريد أن أساعدكم في القتال. حقا؟ لا، بالطبع لا. ما رأيك؟ هل نتعاون مؤقتا؟ آسف يا فتاة. أعرف أننا لا يجب أن نثق بكوراي، لكن أنا أشعر أنها قد سئمت شريدر بالفعل. هذا ما تريدك أن تعتقده. أعرف، لكن سيدي، هل هناك احتمال أن تكون صادقة؟ هناك احتمال، يمكن للشخص أن يغير ولاءه، لكن الكوناويتشي مدربة على استخدام أساليب الخداع كلها. أي أنها إما ستخوننا أو لن تفعل. صحيح، عليك أن تتبع حدسك، لكن احترس من فخ تصديق شيء ما فقط لكونك ترغب في أن يكون حقيقة. إذن يجب أن أتبع حدسي، إلا إذا كان حدسي مخطئا. صحيح. شكرا يا سيدي. ياه، أنت تعرف النصيحة الجيدة عندما تكون حائرا. رفاق، حقا التحالف مع كوراي مستحيل، لما نتحدث عن هذا الأمر؟ لا نستطيع الوثوق بها، في صالحنا أن تكون كونوتشي في صفنا. مرحبا، وماذا عني؟ لا، أنا أقصد نينجا حقيقية. لا أقصد أنك غير حقيقية، لكن كوراي أفضل. ليست أفضل جدا، لكن خبرتها أكبر. هل الجو حار؟ لا مشكلة، فهمت. إنها عدوتكم القاتلة، لكنها جميلة. لا، ليست كذلك، أنت أجمل منها. ربما لست أجمل منها، أقصد لست قبيحة، أقصد لا تكمل، ستشكرني لاحقا.